من رام الله ينضم إلينا مراسل حدث خالد القاسم. خالد أهلا بك معنا، لك أن تطلعنا على مجمل التطورات الأمنية في الضفة الغربية خلال الساعة الماضية وحتى اللحظة، إن كان هناك جديد. نعم، ربما الأهم هو ما جرى قبل نصف ساعة على مدخل مخيم طول كرم، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 4 بجراح حرجة جراء إطلاق الرصاص عليهم داخل مركبتهم من قبل قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، الذي دفع بتعزيزات فور تنفيذ عملية الاغتيال باتجاه مدينة طول كرم. ما يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد داخل مدينة طول كرم وعلى مدخل مخيم طول كرم أيضا. بالنسبة إلى خبر إصابة شرطيين في حادث طعن في القدس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل الشرطية التي طعنت ووصفت جراحها بالخطيرة. أعلنت الشرطة قبل قليل مقتلها. أما بقية الأراضي الفلسطينية فقد شهدت مواجهات في عدة نقاط ربما كان أبرزها ما جرى في مدينة حلحول جنوب الأراضي الفلسطينية، والتي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة 3 بالرصاص الحي. أيضا كان هناك مواجهات في مدينة طوباس وبلدة طمون بالقرب من الأغوار، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي. في بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله أيضا أصيب فلسطيني برصاص حي جراء المواجهات والاشتباكات التي دارت عند هذه البلدة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.